قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان الظرف في علم الصرف، ألفه الشيخ هارون عبد الرزاق رحمه الله تعالى. المقدمة: الصرف قواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلم غير الإعراب كالتثنية والجمع والتصغير والنسب والإعلال، ويدخل في الاسم المتمكن والفعل دون الحرف وشبهه. والأبنية هي الصيغ بهيئاتها. أبنية الاسم الأصلية ثلاثية ورباعية وخماسية، وأبنية الفعل الأصلية ثلاثية ورباعية، وهذه الأبنية لها موازين توزن بها. وحروف الميزان ثلاثة، هي الفاء والعين واللام، فالثلاثي يوزن بهذه الثلاثة وما فوقه بلام ثانية وثالثة. فنصر مثلا على وزن فعله، ودحرج على وزن فعلله، وسفرجل على وزن فعلل، وهكذا. نعم، على وزن فعلل. ليس استاذ ويان، على وزن فعلل. فعلل. نعم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. كتاب كان أن ما انتبهت إن شاء الله تعالى بلا بينه أن وذا الدراسين حغير وعيسى وحال إلى عنوان الظرف في علم الصرف، عنوان بضم العين أيان إرمارت، عنوان الظرف في علم الصرف في صومالي هدينو نراهنو، وعنوان الظرف وعنوان كأما على مدى عقل بدشدة عقل كأما فهم كفي عن ظرف كوحالة إرادة الكياسة قف كمارت عقل كأما فهم كفي عن ظروف الرجل ننكي بمارت عقل بطيويا فهم كسوبت الظرافة ظرف الرجل ظرافة فهو ظريف، قوم ظرفاء سوك لو حلقوا جمعية قوم ذراف، وأنا مارتي قف كنو دقليه أما مسكح بدن أوليه أما عقل أوليه مألف كنا وحا وعنوان كنو عاسوق بحيي عنوان الظرف أما عنوان الظرف وعقلك إيو دقمدا يفهم كتابك علامته أه وعنوانه أه علمك الصرفك وحلقها بين ولي هاي قفك برتاهي وحنقنا يا مارت قف نجيب وهو عاقل وهو كياسة يفهم له ينو كوضو ساد أكتهين علمك الصرفك وحو كميديا هاي علومتا أساسكا ومهمكا علومتا لغضا أما كو أقوم مهم سن وعلمك نحوها إيوه صرفك كو أقوم مهم سن ويان سيدا اللي أقيا هاي علمك صرفك مركي هرو علمك نحوه كميداها قد مدى علمات هرو دانو كتبتا نحوها كهالا مركي مالت نحوها بحث كمدة أما باحثتي السامع قريب كمدة أي كذا كان سيبويه كتاب كيسة وحويان وحكمدة جاي علمي جمارته نحوها لفتي سو كقريب كمدة كذا جاي ساسي أنا كوس عذان ابن تشيني إياه رج كدم بيو دمان توت مارت باب كمدة أبو أبتيس حتى ألفية ابن مالك قريب كمدة صرف جا ألفية ده يوديح جليه إما صيودي كتاب كشرح عيسى همع الهوامع هذا ساس بأصل كوهان شيرين لكن وقت جدا ب
علمي الصرف علمي وحلقة دقي ومدح بنان أبو مسلم الهرائي الكوفي النحوي أي أقوه ريب علي هذا وهي علم قار أصوعي علماء قار وحي ليه نحوها إيو صرفك أو إذن تروح أركي جرائن لهر مريو صرفك إن لهر مريو ابن جيني يوكلا وحو ليه هاي عقلها كينا يا إن صرفك النحو لهر مريو لأنه صرفك وحوك هاليا كلمة أساس كذي الاسم ذي ذي بوك هاليا نحوه هنا كلمة أساسية مركب جملة لجديه سبدل هذا كوي ما دوك هاليا مركب أنت عن جملة عن لهلين أو مارت مفيدة جملة مفيدة كواحد كوابنت هاي كلمات بك كوابنت كلمات كلفت جود الاسم ذو ذا يا علم صرفك هاليا مارت مفرد بوك هاليا علم صرفك سير الله ليس لهاي أما مفرد كان بدلا قرعة يهبك كيمت يأسل كيسي يدسم ديسي يحلم مدا مرقوا لي هاي مفرد كبرشدي سيا كهرئيسة تركيب كبرشدي بس صح ما لكن علماء نحوه وحي هرمري علماء حي قادة بدن أي نحوه هرمري حتى معاصرين تا ضمبيودن صبت كاني علمي جا صرفه لفتجي سو أباهية فهم كيسو نحوه أباهية أنا قف نكون حواه فهمه أيو صرفه وضعنا أفضل هذا أفضلنا إياه من ناحية ثانية علمي نحوه علمي مارته كبع حدوين علمي صرفه حق ما كذي لاته صرفه كوبينها صباح سكانين إن مارته وهر مريان نحوها وحو مركا حنقص عنده أنا كتاب كان وحنقدر أناي كتاب بالله وأويان مناسب وأعطتك بالله وقع علمي صرفه أسقى أي كفي عن لامية الأفعال لنا عن مركز الإرادة لامية الأفعال بدنا الصومالي وصرف في مركز الإرادة لامية الأفعال كي حوجة ساران مارت أفعاش مهم كحوجة سارية يبيح لو جود دراي لكن لامية الأفعال ونظم هرطة الضجوية طالب علمي قا أنتوا صن فهم كأودعين وحابة دبيا مارت تركيب كنظم قا دبيا وحابنا وريان بق إن أو مارت هل حرال أهان أو ابن مالك اللي فيه صرفه وحيربك وكشة يا جاي قال فيها إن إلى ذا نحوها ميقان مركز أو تريه بشيء كان مركز كتاب هل حرال الله اللي فيه مقرن إسا لفت يوسف مسح لنا كان بك كلام وافي عن يعني نظمك أو حكوف عن حفظك وكوس عليا لكن مع أهان نثر قافي عن وقت قام فهم كهوري أصلا أكو حجي دون هذه إلهي وقت نصيه صومالي ذا كتبته يا خريستان نحوها وعدها صرف عنك حديقة التصريف ككمده أولية هاي مارتي شيخ صومالي ذا كمده زي لعي أولية هاي أصلاً كتبته الله أخرستو كمده صرف ألفية ابن مالك بولوي هاي حديقة التصريفكو لكن كتبك النظم نثرقة وأن تحدى هين وبدينهم كان وقعوا كمده هاي كتبته لسوق ولا سياد مهم كأوفي عن علماء الأزهر نصاص بيوحي أول دورتين إنه مقرر كي نقض مارت كتبت الله دورت أزهر مقررات كي قسم اللغة العربية واختار أول دورتين مركب عن حقي يربان إن شاء الله خلصوا عنده ناس كان كود ودي دونا كتاب كان دي له يدمه المقدمة وحلاقي أبا نسقين كقارك وظهر رع كلولها أو استفتاحية دي مارتي حمد الله دي لكن ما تنقينا أنه قم قرر نصد أنه لو كان مارت قم قرر سادرت إذا وحا قهر إياه وكب الله بي ومقدمة طب عدا نصاص بعد عذي مارت المقدمة المقدمة إما اسم فاعل كذلك أما اسم فعل كذلك هذه المقدمة أما هذه المقدمة تاني وحو ويان هر دع ويان هر مريي سي كتابك وحكو كوبين يا لو شيخ اما وحو ويان مقدمه وحو ايضا وحي كوسو غدبنيسا كوسو هر مرينيسا يعني كتابك وحكو كوبين هي يا خلاصه ديس يا هبك وسو عندون هذلك عرفت هر لو هر مريي لو هر دغاي مقدمه اي علماء استعمالها مارت كتابك وحكو صافصن انه نوت الماما هذا وحو ويان علم الصرف تعريفتي سي قيحتان كيس ايو مارتي مجال كيس ميلها اوكها الله ايو حوغير ردع
أيو كتل ما مدونا هردا عن وحويري الصرف مركز تعريف وحكم بلابا يا صرفي محل إرادة علم الصرف أن لا تعريف يو أما لا قيحه أيو كم بلابا يا الصرف صرفي كعلم أهان هذا هو اسم علم وعلم كان وبيحيو يا مركز علينا الصرفي علم كان ليرادو صرفي كان ليرادو قواعد وقاعدة ويا محن ورا وين قواعد وصيغة منتهى الجمع سادرت إذا لا ما تنوينيه كتابكم ما شغلنا مركا أنا أدق شغلتي دي سيدي المهم نحو ليد أم بحنا أنا شغلان أنا وشغلين هو شغلين وصرفه وقواعد قواعد وقاعدة ويا قواعد وجمع قاعدة قاعدة ما كان جمعنا قواعد يعني كل جمعنا صح ما علم الصرف جو وحن قرنا إن إنه يهيلي هي قاعدوين للراعو علمنا علم حلا أوران كرا مركي أولي هي قاعدوين أيضا سي وحلو جو جان جويو وحي صحة وحي خلطة لو كلا قرتو مارت حسب ما تقتضيه القاعدة قاعدة بس أي كينيس أي تسينيس مارت وحب لابا تعريف تا أو استلاحي جاء تيل لقوي جاءت وأسكناف لكن صرف هي التصريف لبضب ولا يرادة حق اللقضة صرف جاء بمعنى صرف حلو حلو استعماله وحلا وحي مارت استبدله ما قرنيسا صرفت الهوى عنهن وكلي حي مارت مركا وحال هذا صرف هي تصريف هذه اللي يرادو صرف وحويا مستر وحنقنا وحكك إيمانا يا صرفة مركا اللي يرادو صرف صرفة هذا نرانو التصريف اللي يرادونا ورأضو الله شدوء صرفة ويا ومركا تصريف بوكو إيمانا يا مستر كيس تصعمها صرفة من صرف بوكو إيمانا يا هذه اللي يرادو صرفنا بمعنى تصريف ويا طيب لغة العربية صرف الشيء بمعنى حوله وقديه ويا من وجه إلى وجه سيدوك على تغيير اسبدل دعاه أيا اللي يرادو وتصريف الرياح مارت دبي لها قدنتو مدقي بدحي أي هذا مارت أصلكم مركز جديسك مناسب ويا علمي كان أنا علمي كان وعلمي قد قدينا إياه مارتي مفرد كاللغة العربية إرجع اللغة العربية مفرد كيس أيو قد قدينا إياه مارت صادرت بي صرف وبحيان أما كعلم أهان وأكن هذا نوشي جاية علم أهان وحال إلى هذا الصرف قواعد ويان الصرف قواعد وقاعدين يعرف اللغو قرن أيو بها أي بسببها أيضا درادي ذا أيضا قرشدي ذا يوحى اللغو قرن أيها أحوال أبنية الكلم أريضا اللغة العربية لسمدو ذا حالة ذا أي كسو غيهن حالة ذا اللغو قرن أيها كلماتك اللغة العربية يعني كلماتك حلوة جدا مفرداتك كلم الكلم أبنية الكلم وجمع كلمة زعمها وجمع كلمة مرك كلمة كلم بلغة جمعية كلمة ذات كلغة عربية ليس جمل ما جمل كوحة إسكاله نحو زعمها نحو عقال الله جملة مفيدة وكما قرأنا إسا لكن علم جو صرف جو جملة مفيدة ده وحكة كوبنا لفت جد وقصي الله يا ده جملة مفيدة عن لسان وين تكلموا يسكر ركبت صامة جاء محمد وحويا النحو جاء محمد وين تم هذا جملة مفيدة لكن صرف معوك الله يا جاء لوحدها ومحمد لوحدها مركا وين يسن مرت مفردات كأصل كا أيو علم جانا علمه إن سارك دهنا علم صرف جو ليه هاي أصل كانوا كهله سيالله الإسلام حيث بدليسه
يوحي لمدة صغير نوت المعمدان مرقوا كله وقواعد يعرف لغو برتوخ يعرف بمعنى يتعلم وحلقو برتاه ويدرس وحلقو دراسية قواعد هذه بها أي بسببها أي درادة أي وحلقو قرنية ولقو فهمية أحوال أبنية الكلم كلماتك اسمه هذا حالة هذا أبنية وحوجي هذا وجمع بناء واحد ربطينا دستو كلمة ربطينا دستو كلمات كل اسمها كوبانتا هاي حروف المعاني أما حروف الهجابة كوبيسة حروف تساو كرهر مرنسة جاء وكلمة ثلاث أما ذهب وذال يها يبع مركز ذال كانتي هانا كانتي بانا كانتي بعد استي تصح ما واحد استي كلمة أيا استي هذه الكلمة لماذا ذهب أوتري هذا الكوهر مرنسي محاد هذا أقول حجي سي محاد بعض أقول حجي سي صح ما محاد عكس ويس محاد مارتي بعض أقول هر مريويس سببتك كنتي ساس قسم داس سيقة لا يكون تمدو ذهب فعلاء شغل كيد سد هذا الشغل أسكو حيقة يعني حلو يا سد فتح حلوت لا هابا مرنا لنا مرنا ذهيبا عن لنا تصح ما مرنا ذهابا بان لنا مرنا مذهوبا بان لنا تصح ما حكينا إنام ساس أدرسه هذا سؤال بعلم أنك جوابية حواشة ميزان كأتصار يسوي جوين تأتجون يسوي كلمة اسمه ذا أتصار أدرس يسيد يعني وعلم قال له قياسا لها إن أتصح ميا خلط بيا هذا هو مهم علم قال نعاسويه يعرف وحلقو قرنا يا يعرف بها بعض الصبيان كذا جينا بسببها أي بسبب القواعد قاعدوين كدرد وذا يوحلقو قرته أحوال كتغير كوين سبب بدل الذي أحوال أبنية الكلم كلمين كاسم ذا سبب بدل ذا كإيمانية مركز تراد بمجرد أحوال وشيء ذا حالة مركورديك حالة حصدك حالة جديد حالة مقرنا إسا حرف لغو كردية حرف لغة نص غامية وحسب كي يمادين أياب حلقة أبا طالب علقو سويديو وهدسين حالة ده وحلقو قرنجنا نحوه سبيدر كحالة ذات بركاسو ربا إنو كيرادو غير الإعراب لكن أنا إعراب أهين إعرابته لأنه أواخر الكلمة بيد على سبيدل ذا هذا الصرفي لأمتشي ذو سبيدل ذا أواخر الكلمة دا عمارت إيه وحوشي ذا أول الكلمة هي وسط الكلمة وحوشي ذا مارت كلمة ذا هرتي ذا دحديد اما اخر كاس بدل كو دعه نحوها يا اسكلمارت اي كانتو يعني هو عامل او كانو صرف العامل ما يقان كما تشرو عامل با وحان كيناي ما قرن قاعدوين كلا كيناي اسبدل او استعمال اي صرف له مركا اسبدل عاملات وعلم نحو لكن قواعد وقواعد ويا انا هين عامل انا هين ولذلك أساسه كسر استثنوده وكرهه وير غير الإعراب عن إعراب أهن إسبدل داس وأحواشس إسبدل داس عن إعراب أهن أي مثاله مثال بحكو عدادانه مركز وركت ثنيتي وذلك ومثاله وكت ثنيتي عقلة يعني إن اسم كمفرد كوريجيو إن لبا وريجيو تثنية وريجيو حوياً ونوع صرف علمي صرف عشان أقول إمارت هذان إرادة محمداني إعراب هذانك إرادة محمدان إعراب يا وعلامة رفعه ما أين العامل الذي رفعه لا يوجد عامل نعم ماركو حوياً ماها نحوه لإسكملها نحوه مارت ماها محمدان إعراب من هذوك ويرادو واحد تراد هرت الجملة مفيدة كلك مركزك بعد يعني إعرابي كراه نزعم وأنا أقل الشيء هذا ولا بحس قدرته وأنا تراد هذا لمحمدان أما أتراد جاء محمدان لكن هذوك رانين إعراب محمدان ما الذي يأكل شيء من محمدان من محمدين ويا ما كلام قانكر لأنه عامل ميال
مركا نحو ما قالت كو وين الجملة مفيدة تهرت شيء قال لقول يا عرب محمدان ما جملة مفيدة مفهمها جملة مفيدة هذا مركا محمدين ترى هذا محمدان ترى الله سكوب قبضه وحويا مركا جملة اللي كبعد بها جملة مفيدة اللي قاله أم بلوان كره لكن صرف لي أم بهنا جملة اللي مفيدة نقطة لأنه هو يتعامل مع المفردات مفرداتك ولا تعامل يا صدق مفرداتك مركا إن لا يرادو محمد مفرد أنت ثنيس محمدان اللي قاله أيضا جملة اللي قلين يحويا أما محمدين اللي يرادو ومباحث من مباحث علم التصريف ويا نورت مركا تثنيه واحد عكرا إنه اسم كمثنها أو معطل نقطة مارت أو معطل نقطة أما أو صالب نقطة ما قرنا إسا مركا صالب يا هاي مركا معطل يا هاي مركا تشرين يا مركا فيو يا هاي أنت من نح واحد أسكال صرف له إنه ما قرنا إسا إيو أسباب تيس يا قواعد تيس أسجى يا أسكاله مركا كتثنيه تي أو كلوري سيا مارت التثنيه إن لجسوا صرف يوم من الإفراد إلى التثنية وزعمها ومن التثنية إلى الجمع ها التثنية اللي جسوا ورد جدنا جمع لو سو ورد وتغير كاس بدل هذا عيوية ها جمع أقله ويوحي كل عكرية كسو درين كرية حبك الله جمع كرية أما جمع جمع تكسير إنه يهاي إنه ما قرنا يسا جمع جمع المذكر وسالم يهاي جمع المؤنث وسالم إنه يهاي يا حبابك الصيغة جمعية صيغة المنتهى الجموعية صيغة إلى ذا هاي وحاسكلا مارتي أصلك علم الصرف كاسكلا بصرف النظر عن العامل إذا لو فيرين جمع مارت والتصغير وكالتصغير أقلويا وذلك مثاله وحويا أقون تلا أقوضه تصغير كاسم كلا يريو لا تصغيريو مارت وحلق سوور يجينا يا تكبير وينين مكروه وينا إن أدمارة التصغير سوريج تبقى الله تصغير يا قاعدوين كل الله راعه وحلوه وعلم قرنا أيه هذا رجل إراده هذا لا يه رجيل صدامه رجل رجيل بانكو تصغيري هذا كو تصغير كورن هجيل إراده مرت رجل هجيل صدامه مصحة مسوى غلط وحاسكال علم كان صرف كان أسكال ما قرنا سه درهم دريهم تزعم وهل مجرى تصير كمك حبك أكوي ماذا إيو علم جنب بارد دونية والنصب وكالنصب مباحثة يبارتان كنصبك سوى حلقو نسبية شيء كم قرنيسا إن مرتي يأشد أن ضبينون إلى قريشي أو كلام قرنيسا يوحي لماذا يشافعي إيو حبابك مالت اللوغو نسبية واح أيضاً هي قاعدة دي دواء نوع إيمان دونتها كتابك كبحث دوناه لأنه علمي كان مباحثي سيكمتها والإعلال وكالتعليل مباحثي سعلمي مالت إسبدالة دعايو أو باريو وحكمي دا مالتي تعليلك أوكالي إسبدالة دا كو إيمان أيو حروف العلة مركي كش سيدح دا حبابك اللي يسوق بدلو قاركا قاركو دلو بدلو قاركود لحذفه قاركود شقل كلاغا قادو قاركود لنقليه لغا ررو بوسكود بوسك لو ررو وحا ويان سببها كيناي ايا بابكاس انا وحا ويان بابك اوو ميمسن بو كميديه حق مارت علمي صرفي مارت علوينك ايو اقونتودا سببهودا ايو قاعدوينك لو لاقمو ايو قاركود قارك لا اسكو بدلو ايو حذف كودا مغرانيسا ايو شقل كلاغا قادو ايو بوسكود لغا وريجيو ايو حويان مركا قار لا تورو ايو حويان قاعدوينك ايدنا بابكاس بابو تعليل علوينك اسو نوغو ايمان دونا اعلال انت سو لو علي اي قاعدوينك لو قادو ويان نعم سو كلو حويان وحاو كهل دونا وسو غلي دونا يعني مشتقات كي كلا وقفك ايو ادغامك ايو وخي لميدا ايا سو كلو بابكو غلي دونا اعلال كاس ويدخل انت صماه ماشي اسي مركو تعريفتي سوا كاسويا علمي الصرف هذا وعن قرني مركا علمي لا تعريفين ايو وحا ربا ان لا سوو علومته كلي انو سو كو درسمين قيحتان كلا بد ان يكون جامعا مانعا وين كل ميو شيء لا تعريفين ايو معرفك معرف بيغا
وينو كوب وينو نديد علومتك لأنك كسو درنتو أنا صح ما كوب قيبيس مركا المهم علمي جوان قرنا مركا وح وكهلا يو علم الصرف جا يو وضد الجارك أولي هاي علومتك لأي وح وقدوين هاي هذا أو مالف كنت أنا عدي أي وح ونور ربعس إنه ونور شيءه مجال كيس ما هو مجال علم الصرف حجبه مجال كيس وحجه قاعد أنا كفهمني طبيعة الحال ألا كفهمي كريه مركز ورباين وكويرادو كوسو كوبه أنتو مارت بارو لغة العربية أنت يا أبو بارا ويدخل وحو قلا ويدخل فاعل كشك آه ما أدري علم الصرف آه ويدخل التصريف ويدخل الصرف ويدخل علم الصرف صح بس كم ذي ويان وحنا مركز وجدنا ويدخل وقلا علمي أو صرفك ويدخل الصرف أو تدخل القواعد قاعدوين كاسوي قلا أنا صح ما ويدخل وتدخل مدار طريق كريسة هذا تدخل نيرانا وحنا وجدنا قواعد هذا ويدخل نيرانا الصرف علمي التصرف وقلا أو كري أو شقة كلية هاي لغة عربية في الاسم المتمكن والفعل المتصرف الحقيقه لبان مساله دوت كلي اواي علم الصرف ايو في شغله كلي الاسم ك او متمكن ك اما اف صومالي النوع كل هذا ودغنو اسم ك لا لا شغله ما قرتي اما هل مر هل شغله شغله اسم قال مر لا شغله وك ما لا ينصرف لا لا بشغلونا لا بشغلونا وحويا ومنصرفك لا بلاس اسم او كليه ايو حق اسماده كغلا اسم اسماده وحي قيب سنتا سدح قيبات بي قيب سمان اسماده اسم متمكن امكن واسم متمكن غير امكن واسم غير امكن ولا متمكن سدح صوما اسم متمكن أمكن واسم كلا بشغل اسم متمكن غير أمكن واسم كهلمر شغلا اسم يعني غير متمكن ولا أمكن واسم كمبنجا صح ما أسماء وسدح لاس قيبات بيو قيب سمان ما دام سدح قيبات بيو قيب سمان اسم متمكن وحوتش إذا لبدا قيبات إنه متمكن أمكن هي إنه متمكن أما هذا القاعدة نسكا أخرنا ويان متمكن أمكن مكان وجيدنا واسم حوكولة بابك اسم النمضة أودنا كله أصل إيا أب فقبو كله حق اسم النمضة مرحض اسم كله بشق الله أما لا تنوين إيوه وحويان وعريق في باب الاسمية رود عقله كله بابك اسم النمضة اسم كأو متمكن وحويا متمكن غير أمكن وهل مر لبا شغله ما لا ينصرف كلي رادو لبا اسم بكي ماذا لبا باب بكي ماذا صما جمع تكسير إيوه هذا اسم مفرد لبا باب بكي وكي ماذا جمع تكسير اسم مفرد بكي ماذا اسم كاسي متمكن أم باب نماذا اسم نماذا باب كذا حقوين كم لها حكيني لأنه فعل بو شبهه صح ما هذا شبه فعل أو شبهه إلا كله تراد إلوين باكو جرا مركب باب كباب لماذا اسم ككما لها فعل بو شبهه وجه وجوش شبه فعل باكو جرا مدنا وحويا ومدن أصل بحق كل هين باب لماذا اسم لماذا سيد كاسين ومدك ليراد مبنيك وحانك يعني إنه يشبه حوكو يلم ويباب كاسمه كبع سيهاي حرف بوشبه قاعدة مكو حينو قانا يساه اسمك هدو فعل نشبين حرف نوششبين ومتمكن أمكن هدو فعل شبهنا ومتمكن غير أمكن هدو حرف شبهنا وحويان وغير متمكن ولا أمكن أما النوع كالأولي قو اسمك هدو فعل حرف من نشبهين ولا بشق له هذا حرف شبهنا هذا فعل شبهنا هل شغل بلا شغله هذا حرف شبهنا
وحوي ولا بنية صوت ما وحدا قال إنه أنت أسوأ كلي أويا وحكل ما مركا نك وحويان الحاجة أسمى هذا مركا ليرا هذا علمي كان علمي الصرف يجو وحوك هلا يا اسم كله بشغلا إيه اسم كهل شغلا صوت ما أما اسم كي حرف شبه أو مبنيها شاكم لها مركا تشوكتو علم الصرف ضمائر مهيس شاكم هذه ضمائر لأنه سوق قلميس حروف بيشبهين ضمائر اسم إشارة كمجره أسماء الموصولات كمجرته هذا صحيح معها مركا لأنه باب لماذا ماشي أنا وأكبح أنا يقف ويكبح سيهين بباحثي سكمل مع علمي علمي صرفي هذا واضح صحيح معها مركا أساس مكوضة حضلك أوكولية هي ويدخل وحو قلاه في الاسم المتمكن اسم كمارتين مكان صدى اسمع لماذا حوقه كله ايو قلاب وكله اسم المتمكن كايو قليه مارت وانا وحن حرف ان شبين انا وحا ترى اسم كان مبني عين وحلا وحن مبني عين ايو قلا مركا حبك او قلا انه الف ابو قلا وحو كو شيغيا كان معتل معتل كيس كان وحوي صحيحه صحيح عيسى كان مهموس قال همزه عيسى كان ابافكاس ايغاسو بارا مارت اسبدلده كو ما كريا دمانتيد ايو بلا ايو باريا بصرف النظر جمله انه كجرو اسم كلفت بسله كي لو تعمل اي واساس اما مثالك هو هذا علم صرف باب الاسماء وكلي واقواس ويا وحنا وصلنا باب الافعال صماها قال والفعل يكون مارت ويدخل في الاسم المتمكن ويدخل في الفعل فعل كان ان لقيده ولا شك لا بد والفعل المتصرف الى مارت فعل قد قدومي كريا مارت فعل شرط وحواه أن لا يكون جامدا أفعاش أفعال جامدة هجرة جوامدة وينو فعلكم ماضي يا مضارعي كإيمان كريان مارت يا أمر أيوه كإيمان كريان أما متصرف كامل هنغضاء أما متصرف كيسو مارت فعلك متصرف ناقص هنغضاء وينو متصرف يا شرط ويا مارك بعد عكرة فعل هذا نولي قيس سبدلنا ليس سو فعل ماذا ما مضارع إيسا شاقة مضارع ملية أمر ملية صح ما مره كاس الباب كان كمجر مارت عصا ما مغش يعني سبيدر كيت بئس ما مغش أيضا ما قرأنا إيسا نعمة نعمة الرجل نعمة المرأة فعل ماضي وهذا نعمة صح ما بالدليل تابطة نثبة لحرستي على ماذا على ماذا فعلك ماضية كجرته نعمة المرأة عائشة وبئسة المرأة حمالة الحطب تصعمها هذا هو فعل ماضي لكن لما هيو أصغو مارت مضارعة سو أمرنا لما هيو مركا كوحدة سيأيقون كمجران فعل كان لقد ذكرين كمجروا مركا خلاصة دي قول كحون وغضي مجال علم الصرف علم الصرف يقول ما شعوكها الله يا هو أما أسماء أما وأفعال أسماء دنا وحانير وأسماء ذا معربكة أفعاشنا وحانير وأفعاشة متصرفكة مركز صح ما ضايع هاي هم مجال كيس وكاسويان علمي صرفكة وقار ويدخل في الاسم المتمكن والفعل ويدخل في الفعل دون الحروف وشبهه مركز لقى يا بحروف حروف شغلكم لها حرف يصرف شغلكم لها وشبهه شبه الحروف ودون الحرف ويان عفوا صح ما مفرد ويان دون الحرف وشبهه دون الحروف وشبهها دون الحرف حرف كميا اي وشبه شبه الحرف ما الذي يشبه الحرف حاو شبه اسم مبني يا شبه صح ما شبه وحوجه اسم مبني سي ضمائر توكل شب سيدا اسم ما قرانسا ضمائرته او كلمه ارت قرانسا نعم إيه مركو اكرر يا باي فعل ك جامد ك سن ولا مت مجلي سان شقنا مجال علم الصرف وين حددنا مرك مجال ك علم الصرف ك اهي عبد الله عبد الله مجال ك علم الصرف ك اهي وحويا سو ما اهان ضمائرت صح مسخله غلط ويا
ده خلط ويان صح ويان طيب ما مشارك يسمحون نقطة وحن إيه أسم هذا إعرابي يف عاشه وسبدلت صح ويان طيب ولا أبنيته شيخ مركم كهلا يتعرف توقيعي وحوري قواعد يعرف بها حوال أبنية جمع بناء وحور ربع علمي الصرف جاهي قضية أساس وأه فهم كذا وربع إنه نبراء ولا يرادوه ميزان مسترد بوليه على قياسته سامم كربع سيد أنت والسنتيمتر يا هاي بحوي أنا مسترد سوق هذا نسأ شيء قال سلاد أنت والسنتيمتر وياه وأصلا أنت سنتيمتر مسترد مسترد كسترد لا تماذ مركب علمي الصرف وحوليه هاي مسترد أيوليه مسترد بربع إنه نوع قياس ولا نوع أساس ك علمي ما مقارنة سمحيته مسترد ضوء على قياس مسترد بوليه مسترد سنعرفه مسترد أسمه هل يراد أوزان هل يراد أما قوالب أما سياق حدون واستعمال هذا هو قياس وحلو ميزان توم مقارنة سلو كشرقوي حلو قياس توي والأبنية أبنية أو شيء جاي أبنية وجمع بنائه هي السياق سيغوينك يا حبابك يا أوزانتي بأوتيدا بهيئاتها مع هيئاتها أيضا أو لصعد قاب كذا يا أشكاش يدو أي لصعدان أيام مارت أي أيام لوتي إذا مارت إذا قاب كذا أو لصعد وعلى ربع إرجع مركز لسيدت يعني حويا وحاتكون لسيسة ميزان أي لصعد سينسة ميزان اسبدلا يا معناه اسبدلا يدراديد كان لنا هو تصغير ايو تكبير ايو اسم فاعل ايو اسم مفعول او كلاي مركان لنا هاي وحان كو سكنينا قاعدوين قديود وحا مارت ميزان له ايام كو سكنينا ان مركان قارك واحد يكره معناها قصب بنو صايم معناها كينين او كيني كراي وحياله كراي كينيا سي قلبي او كلاي الحاق بارون دونا التخلص من توالي السكون توالي سكونين او كلاي لميده aya keen karayo macna xaqada kale aan ahayn marka waxa la yiraahdaa siiqadu waxa way abniyadu wa hay'at siiqa ay la socoto qaabkeeda qaabkeedu waxa weeyna bi hay'atiha ay bi ashkalaha shaqalkeeda yaani mesela wuxu ka wada siiqada fa'ala sama fa'ala wa mizan mizan ka samax raba inaan ku qiyaaso kelimad aan ku qiyaaso luqada carabiga أنا في كاسن لي ذهب على وزني فعلى صمها فعلى وحويا وميزانك الموزون كنا موزون بهنا ذهب في الشقة المسكلية مس اسم لها وسليين ترضى حروف مسليين وسليين بهيئاتها أساس وجهها مرت قابك يا شقة هي أدوى نسقى هذا لكن هذا ترضى مثلا هذا تراده ضرب هذا تراده فعل مثلي ما اسم الله مارت حاجه بس خلافين هي ادي بس خلافين قاب كي اسم الله شغلك بس خلافين مركا وانا اسليهن صيغه باشكالها هذا القضاء وين قاب كي شغلات وين لهذا حركاتك يا سكناتك شغلك ثيبتانك يعني وين إمارتي مثلاً يسوع عدين دونا بركو صرف علم صرف جاه الشيار كم أقومي مثلاً وحويان علماء التصريف أي مارتي لي ما دينه عقل جود يا مسكح دومك وري رسالة لا يابين أنت علوم تان علوم الألسن علوم هذا اللقاء هذا اللي الدراسي أنت سنة ما نكهر علماء إسلام قبل لابين حويان مثلاً أودتيين بعد سنة ما قرنا سه ما أنت علوم تا أصوات علتك أي نوع عود واقان أي علوم الأصوات ولا الدون كل لدقة يا ترى صما لكن علماء صرف جاؤه الرجاء هنا مقرن يسا أي سميان أي ولبا أدتشيان ميزان حكست بقى قاس قلو قياس قاضي سكب حيدي طيب مركب أبنيدنا ميزان كي موزون كنا والقاضي عربي أي أشكاش قيمه هذا لقب ميزان مية أي هذا صو مركب كهل الدونا مالفك رحمة الله عليه أو حولي هاي الأبنية ان خير الله نسيه وحن ربا ان انسان هذا ودي شكو غاده الابنيه ابو ربا ان مارتي
كونتون أما مالها سوكله لبعد عشر أي نقطان كيبا تقريبا يعني سيو اللود دالين وحنا كبل وحنا بلابينا الأبنية ماشي أنا وحويا أبنية دي بهذا كوشيجا بنيه بكوشيجية يا فرت قلم يا دايب زين وقت كذا مسؤول كأه دي لهذن الأبنية يعني وحويا الأبنية أيور هذا ما بحثتي لوجو لسه يويا بناها مرت أبنية بحثي لوجو سمين هذا محل بحث أبنية الكلمة أبنية الاسم والفعل مركز اسم هذا فعل كأيو إيو مارتا هي حرف هي عليها اسم كأي فعلك حرف كلو لسه لها بابك وكباب وكب ماشوك بار لها ويا اسم ده ودي أنا يروم مارتا ميزانك وحلو جسر جوني مركز وحو كيري مؤلف رحمة الله عليه أبنية الاسم الأصلية وقاو أسماء اللغة العربية لبقى يبود بنو قيبنا مركز ربنا إلى الميزان صارنا وحن لأن هاي اسم كاني ومجرد أما هو أصل يعني لنا سوزعمة أصل مجرد وأسكون مدوية اسم كان حرف غيراد حروف تسكو ماشيرو قد قوت وهو أصل مرنا وحن لنا اسم كان وحويان وحكوشيرة حروف أنا أصل أهين وغيراد سوزعمة محن لنا مزيد بركو حان سعمالنا هذا الاسم مزيد ويان ولا كرلي أصل موضة وهذا اسم مجرد مجرد عن ماذا عن الزيادة وحد يرادك من جيران ويا وكان لنا هذا مجرد وجدنا مجرد عن ماذا عن الزيادة سيأو قرنا يا مركا إنه زيادة كجرت إنه سو كجيرين علمي صرف يا كبر يا صاد مارت قرنا لهات أنت بيورك أصل كأ إيه أنت ديراتك وحلو أو تلقى بصرف أساس كذا كم إذا إن لو كبروية بل علماء صرف وحي هذا أنت كبدانه وحي ترين حروفها ولا كرنية ما أنت بتريا حروفها لا كرنية حروف سألتمونيها حروف تكرنها مارت لا كرنية كرو يعني ما هن حرف كسر حروفها كم إذا زائد يا هما لكن حروف تزائد لقدي كروبا لفت جود الله تلقوا بيو وحروف ليرا حروف سألتمونيها أيكو إيمان دونا طيب اسم بانها قبطي أما فعل فعل كان وحان ليا هاي اسم كان حروف تيس ووضع أصل أما وحان ليا هاي اسم كان حرف باكو ديرادة أما لبا حرف باكو ديرادة أما سد حرف باكو ديرادة أيان ليا مارت صح ما وحان الدليل والميزان كصرف ونبرا يا اسم كم مركان قد قديو قد قديس كيسا قيب كم إذا هدو حرف كنعو معنيه هنا أو مارت أو سنتقن وحنوغانا إنا زيادة أوية ما قررنا إسا لكن هدي أن كتورنو حرف كاس هدو صن معنوه سعونين وحونا تصنين وأصل أوية صح ما وأنا أسقى نون مثالين هي كل تو مثال إيو حونا صين دونا إيا سي غادي ما قررنا إسا إيا وحنا بقينا صورة دايسة طومر كهوري اسم كونو مارت وقيب سمو اسم أصل مجرد وحرف ديارد أو سكوجرين إيو اسم ما قررنا إسا ومحال هذا محال هذا مزيد فيه ومزيد ولا كرني حرف ديارد أيا كجرة لبداس مركا هذا وحام بابينا اسكرنا في مزيد كون نلعبون وقو إمانا لكن ورطا أساس كان اسمه مركا أساس كان استكبع بعد وحلقو درتاه أساس كان لقينا مركا ولقى يا مارت وحكدو ليا أساس كان مركاسو كلية أبنية الاسم اسم كمارت بنهيس الاسم المعرف بالألف واللام واسم اسم جار أويا أسماء ضرر معه وأنا اسم حلو كده اسم المتمكن صح لأنه بحثي أنا وعسقة أول بمعنى بارينين اسم وأن مارت المتمكن عن هين مركا اسم كهذا ولدي أبنية الاسم اسم كان أجدنا واسم كي متمكن كها أبنية الاسم الأصلية أبنية الاسم الأصلية ما مساس ما إرادة ما شغلة الأصلية أي رأسه معها ضيب ما اسم كأصل ما سأبنية ده ما
هذا إرادة أبنية الاسم الأصلية اسم كبا أصلة هذا أبنية الاسم الأصلية بناها أصلة الابناء لو هذا مركز كيسها الأصلية تبع صح صمة بسم الله نعم وحباب ماشي أوضة كذا قال أصله جرو جيمي أنا سأله مغط حول حياة مجيران نعم أبنية الاسم الأصلية ثلاثة سدح ويا سدح مية ثلاثية ويا سدح مع نعم اسم كم أصل كعه بنيه إما أن يكون ثلاثيا إنه السدحية هي ثلاثية سدح حرف كوكبية أو رباعية أم أفر حرف إن غطه أو الخماسية أما شن إن غطه شن تاسم الأفان دارت اسم شن حرف كبضان وسداسي قاري واحد أقعد حروفتي سزيادة كجرت حرف اسم وذا صافي أو أصلع ما قرنسا انت هم مرعف سيسبا وانا قاعدة صرفي ويا سيسبا ما قرنسا وانا شيء كوم ممسن ويانا مرقا قاعدة كقياس قاعدة واح خماسي كبضان دارت حرف ودهراد أم بكجرة من يقعد تمارت خماسي وعكو يري أبنية الاسم الأصلية ثلاثية ويا ثلاثية وسد حرف سد حرف بانرية هذا اسم لبا حرف هذا دلاتي واحد أقول حرف مع كم مقام حروف أصل كه حرف كم مدة أيام مقام يدون هذا دلاتي صح معها يدون يد وأمسة لبو ما شرته لا بكر يا مانا حرف بقى كم مغن يد ين به الاصل كده زعما الا صرف يا اللوحه في اما شيء دون اما اعتباط يا تخفيف درسيته كل نوع من دونه ان شاء الله تعالى لكن واحد اوقاته صدح وحكير اما فعل هنقطه اما مرتي اسم هنقطه لغه العربيه صدح وكير ما جران لأنه هذا أنا سدح حكيرة كرا وفعل أنا أنا بحاجة لا كران لها وارتفع على فادا حاجة تيجو أيده وحبال قب اللوضة لام تنام بدو قدام بيسي تسمع حرف ده هذا دوسو كتيرين دواقة أتكان لها يصير سدح حدث كوب ما له دواقة ما بقى مستحيل بنقول له بغلط طيب المي ما دوحة وجهنا وين الأوقات أساس سدح هذا أرتو عي أو كله وفعل زما ونقطة ما صدق عي هذا مين سحرفه يعني لبو تسمع غي يا هل حرف معه عي وش أنت مشدد ده ويا مرك قاعدة ده نحو يعني وحش ده نبغى لبو تسمع هل من غضان وحش ده تسمع عي يو قي أو كله هذا نرى له أنشدين، إيه كذي له يقي كذي له هذا هل حرفه مقص؟ لا بد أن لقط وراء دعك رأسا، أجوف بوها مركا أن لقط وراء بلاوي يا دماغك وع يوقع، دارش ذا لكن تسمع. طيب المهم وحنا لنا هاي الأبنية الاسم الأصلية ثلاث ما شو جنا؟ هل دقيقة هذي؟ أبنية الاسم الأصلية ثلاثية وحوين وسدح سدح هي الرباعية هي خماسية سداسية هذه النقطة أصول مية مثلا وعكو جرى ديرات ديرات باكو جرى هذه مر سداسي وقارو مجردكو أصماد إلى خماسي بكوية وأبنية الفعل فعل كقياسي سيد اسم هذه سؤال أصلية أصل كأ ثلاثية ورباعية فقط إما أنه فعلك ثلاثي ونقطة أما الرباعي ونقطة مجرد كيس فعل هذا أرتد خماسي نقطة شن نقطة واحد أقاته ليرات باكو جرا أفعاش مجرد كودو أما هو ثلاثي أما هو الرباعي سد حرف أما أفر حرف سدحنا كما هو اسم مرار
يعني اسمك يا أستاذ عباس مرة مجرى اسمك وحو جارة هل حبوا دل درادية إلى خماسي بمشرد يسجارة صافي جيس أنت فعلك لكن سوحك أجيء رباعي بكوجيء وهذه الأبنية ميزانيالكاس أصل كأ الأبنية الأصلية ميزانيالكاسي وهذه الأبنية لسيالكاسي لها موازين ميسان أيليين توزن بها أيضا لقوم ميسانه مستند لقوم قياسيين ما دام أساس كأن قادنا كي أصل كأن قادنا مثل بابا حليه ميزان أيضا لقوم ميزانه موزون به وحويا وثلاثك الرباعك أي خماسك وحين ليه موزون بها يمديه وزن بليه ميزان بليه أنا شايفه مستردي وهذه الأبنية أبنية أصل كأه أما اسم هالنقدين أما فعل هالنقدين لها موازين ميسام أيديه توزن بها أيضا لقوم ميسامه علماء الفن كان بسميه سيدتك أقول لويان أي وحوس سميه الميزان كعما شو كذا صعب هاللغة العربية حلو حي ومارت مجرد أسماء ميسان باتصارسة أفعاشة وحلو حي مجرد أنا ميسان بيكون سارين حتى أنت أسمع أنت كل دكتور توحي مزيد زيادة تقرنها لأن وحوي أصل كيف أكون ميزان وبعد صما وأنا مهمة دو علمي كان صرف أولية مارت أساس كستين وكون ميزان يعني سيادة أيضاً أول ميسام دونا لكن وزن لما رأسينا يصير لغونا واقعية وأرك دونا صدق ما أنت وإحنا لبرد دونا كميتة إلى وحود سيد تفونا وفتيه صلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله